اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير كيف ما العاده. فيديو جديد، فلوق جديد، وصفه جديده. المهم البنات، كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بيتنقدم معكم الكيكه تاع الرولي. كما كنقولوا ليها رولي سويس، كيكه دايره. لا قتلت الطعم. المهم هاديك المهم البنات، ما تدوش عليا. المهم البنات كما كتشوفوا طريقه لا جينواز ديجا راه حضرناها معكم في الفيديو السابق. دوزو وشوفوا الطريقه ديالها. كما كتشوفوا صافي كتخدموا عليها بحال هكا. ملي كتكون سخونه، ملي كتكون سخونه هنايا ماشي مشكل، شويه تهرست لي. ملي كتكون سخونه كتخدموا عليها بحال هكا، غير ماشي كتخليوها حتى كتكون بارده، يعني صافي كتحسوا بها دفات صافي، وكتبداو كتروليو بحال هكا بحال هكا البنات. صافي كتجمعوها كتخليوها على الجانب حتى تاخذ الشكل تاع سميتو عليه، باش ملي تعمروا غادي تكون ساهله في الرولو. صافي، ومن بعد كتصايبوا في هذه الوقيته الكريمه. شوفوا نتوما على حسابكم نتوما. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، الفيديو راه شرح كما كنقولوا راسو براسو. يلا ندوزو معايا حتى تشوفوا الشكل النهائي. ها نتوما البنات كما كتشوفوا قديت السيرو اللي هو المهم على حسابكم نتوما، على حسب النكهه اللي بغيتو تدوكو. كما تشوفوا الماء وسنيده كتردو يغلو ونكهتو بالفاني. صافي البنات، كتسقيوها. صافي البنات على هذا الشكل بحال هكا. المهم البنات ما تفسقوهاش بزاف باش ما تهرش معكم. صافي البنات، من بعد غنزيد الكريمه اللي ديجا وجدت بالنكهه تاع الكراميل كما كتشوفوا. صافي البنات، كتوزعوها عليها على هذه الطريقه. صافي البنات كما كتشوفوا درتها كلها. القرمشه ديجا دايرينها في الحلوه الاولى، يعني ما نحتاجوش نديروا نفس الحاجه، واخا هذيك طريقه اخرى وهذه طريقه اخرى. المهم حنا كنمشيو مع الحاجه السهله. صافي البنات، وكتبقاو كتلوي على هذا الشكل. خرجتها من الفريغو وذوبت الشوكولات، وغادي نديرو عليها كما كتشوفوا. على حساب داكشي اللي متوفر عندكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا تاع 2022. درناها بزز كما كتشوفوا، راه استعدنا. نعطينا الراي ديالك. انا بديت قبل راسها. المهم البنات نسيت من بينك وتهر، خلي لي حقي. الله يتواعد. المهم البنات زين على حساب اللي متوفر عندكم. هاد الشيء خديتو غير بالدرهم، كتمشي عند مول الحلويات وكيعطيك هاد اللعيبات وكتزيني بهم. ودايره الشوكولات غيش والله ما رخيص، كنكذب عليكم. صراحه خادمه بالشوكولات غيش. المهم البنات طلعوا ليا فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد.